يا عبد الرحمن، توا باش نقرا موديول 1 فرونسي 7 اني باج 51 بي اكري لو ريسي ا لا بروميير بيرسون او بريزون كي راكونت جابران ا ريكونيتر لو ناراتور. نتعلم الكاتب شكون، à reconnaître, à utiliser les mots de reprise. J'observe et je comprends. Je lis les quatre textes en ayant à l'esprit la question suivante. Qui raconte les événements chaque fois? À part les quatre textes, arba nusus, شكون اللي يسرد في القصة كل في كل نص. Je lève le museau, je flaire le vent. Je lève le museau, ou la bec, bec. J'ai hawa femme, il a la bouche. Allez, je connais le museau, ou la bec, ou la. Allez, je connais. Hasbray. Al hayawen, ou la hal insen. Insen, je connais. La main, la bouche, le nez, les yeux. Eh ouais. Les pieds, ou la. Voilà les jambes, voilà les pattes. Les pattes. Alors, je connais encore. Mais je macarona, c'est baguette, les pattes. Le badalina, le blé. Mais les pattes, femme, sira, tetral. Les hayawin ou sira, tetral, les insens. B. M'encore mes pattes, encore mes jambes, voilà mes pieds. B. Je lis les. Bon. Je lève le museau. Je flaire le vent. Pas de doute. Il arrive, il arrive. قريب يجي، نشم فيه معناها هكا اللي قريب يجي من دون شك. هو راهو هنا الكاتب انسان، لكن يتقمص نفسه في شكل معناها حيوان. Regarde plus bas les hommes, les chasseurs. باش يحسك بالإشكالية متاع مشكل الحيوان هذاك في ذاك الوقت، وقت اللي فما الصيادة. Je sens près de moi Gala qui frémit et s'entoure, à son tour, elle a vu les éblouissantes lumières blanches qui montent vers nous, des phares, les phares de leur voiture. La lumière de la voiture, le qui est qui mène à ta phare, j'ai fait une aïe, ou le haut, mais c'est un peu le col, ou. معناها قوي الذو، وفما لي شاسور معناها صياد. مسكين لكن به فيت الون بروفينير لا اورد، لا اورد به نو غالوبون دون لي بوا. غالوبون يقفز به، مش ما قالكش كورير يجري به. Il faut être rapide. Il faut qu'on s'arrête. Rassembler tout le monde. Laissez mon père prendre sa décision. Il décide. Je sais qu'il prendra la plus sage. انا متاكده اللي هو باش ياخذ القرار الصائب. الى ليكسبيريونس دو كومبا، عنده معناها الاقدميه والتجربه في الصراع. كونتر لي زوم، ضد الانسان. وهذه راهو تنجم تكون ليس ضد الانسان، يجب ضد الظالم. هنا الكاتب هنا شكون هو؟ كريستيان دو مورتيلا، لو غران فواياج. Je bouquine numéro 202 décembre 2000. هنا تنجم تقول اللي هو معناها كي تجاوب بيتمون هكاكا تقول اللي هو الكاتب اللي كتبوا النص، لكن كي تتعمق في الكلمات نتاعو تعرف اللي هو حيوان. وحيوان منين هارب؟ حيوان هارب من لي شاسور، من الصياده. فهمتش؟ كونتر لي زوم، هنا الكاتب حقه كتب كونتر الظالمين، كونتر اللي ما يحترموش وقت الصيد، وقت الصيد صيد الحيوان، خاطر الحيوان لازمك تخلي له مده للتكاثر، وتخلي له غاباته ومحمياته باش يتكاثر
ومعناها يكون فما توازن بيئي، وخاطر يخدم زاد البيئة ويخدم الفلاحة وكل شيء الحيوان، معناها كيما مثلا نحل تنقل التلقيح نتاع الورود باش تجيب لنا الغلال البنينة، ومعناها لازم محافظة على الحيوان عموما. هنا حق وقال معناها هو خاطر يخاطب فيك الطفل البريء، علاش ينجم يتأثر الطفل البريء يولي هو ضد نفسه ضد الإنسان عموما. هنا كونتخ ليزام، قال له ليزام، هنا لازم تقول الشاسور الظالم، خاطر مش أي شاسور يكون ظالم، هناك شاسور معناها يحترم مواقيت الصيد ويخلي له ماك شهرين يبدأ ولا 3 أشهر ولا مدة معينة تحددها وزارة البيئة انه تحافظ على الحيوان باش ما يتكاثر وما يصطادوش وما يندثرش به. تكست دو ان جور، في يوم من الايام، ان هوم كي فواياجي ما بري بور اون كوريوزيتي دو بيي اي مايان فيو دو لوان اي اكورو او غالو دو سون شيفال سون ايتونمون a été extrême galopant han o bat qalak o galop a son cheval wint yefhem beh était extrême quand il reconnut que j'étais vivant. Il a mis pied à terre et s'adressant à ma mère lui a demandé respectueusement bihtiram sal ammi hna lqa mana el hala hadi el khatira مشى يشوف فيها معناها جري لها يجري ومشى لها يجري وقال للمرأة هذه بكل احترام سي ال فولي بيان لوي انديكي لادريس دو تايور كي لافي في مون فيتمون نو نو ان جور ان هوم كي فواياجي ما بري بار اون كوريوزيتي دو بيي اي مايان فيو دو لوان شافو من بعيد اي اكورو او غالو ا سون شيفال son étonnement a été extrême معناها انتبه ياسر ليا quand il a reconnu que j'étais vivant وانا اللي انا حي هنا معناها لقاه اللي هو حي il a mis pied à terre حط ساقي في الارض et s'adressant à ma mère وكلم امي lui a demandé respectueusement بكل احترام si elle voulait bien lui indiquer l'adresse du tailleur qui avait fait mon vêtement قال له شكون خياط اللي خاط لك الكسوه نتاعك سي موا اتيل ريبوندو روجيس دورغوي قالت له انا وحشمت لا كافالي لو كافالي الفارس اي ريبارتي اي اون ن لا بلو ريفو بي جول فالز بي لانفون هنا معناها التكست هذه مقتطف من التكست ظهر اللونفون درا شنو جرات له حاجه خطيره لدرجه انه قال معناها انا معناها تعجب انه حي حي فيفون جيتي فيفون انو الى انو سون ايتونمون تعجب ا ايتي اكستريمون كونت الى ريكونو كو جيتي فيفون معناها فما في النصوص في الفقرات السابقه فما اشكاليه هنا ما طرحهاش الاشكاليه معناها هنا اللي يتكلم لونفون ولا الكاتب والا لا مامون فهمت سي موا اتيل شكون لو ناراتور شكون الكاتب هنا ان جور ان هوم كي فواياجي ظهر الطفل الصغير انت زيد شوف زيد ثبت احنا نقولوا اما نقولوا مثلا الطفل الصغير ولا نقولوا جول فالز على لونفون انو لونفون ظهر من اسمه لونفون على صوت ولا يد ولا فم الطفل غادي زيد تقول له تسمي له الكاتب كريستيان دو مونتيلا على فم الحيوان معناها اللي موجود غادي تكست نيميرو 3 تو لي زون استنى انت من اللوطه تتذكر تشوف شويه صوت الكاتب Concini, Concini, les vacances du petit Nicolas. ظهر petit Nicolas. شفتش؟ أنا من التكست من اللوطة تتذكر تعرف اللي هو شكون اللي يتكلم معناه وبعد سي تخدم مخك شوية. Tous les ans, c'est-à-dire كل الأعوام بمعنى le dernier et l'autre parce
qu'avant, c'est trop vieux et je ne me rappelle plus. Papa et maman se disputent beaucoup pour savoir où aller en vacances. Et puis maman se met à pleurer et elle dit qu'elle va aller chez sa maman. Et moi, je pleurais aussi parce que j'aime bien mémé. Mais chez elle, il n'y a pas de plage. Et à la fin, on va où veut maman. Et ce n'est pas chez mémé. La première personne du singulier. هنا تكتب قلت لك ما نحبش نقولها لك باهي مثال la première personne du singulier باهي texte numéro 4 j'étais seule dans l'appartement la première personne du singulier enfant هنا enfant حتى غادي le petit Nicolas نفس الحكاية باهي وهنا لا بروميير بيرسون نقول لولو ولا زيد ثبت انت باهي تكست نيميرو 4 جيتي سول دون لابارتمون بابا ايتي او ترافاي دون سا بوشري اي مامان شي بوه يخدم جزار لو دونتيست امو عند عند طبيب الأسنان وهنا كيفاش جمع الجزار لأنه يرتدي ميدع بيضاء مع الطبيب اللي يرتدي ميدع بيضاء ظهر أن الطفل لا يريد معناه إصلاح أسنانه أو إزالة السوس كما قالوا من أسنانه ظهر معناها الطفل هو كبير الكاتب يكره الذهاب إلى طبيب الأسنان إلى درجة أنه شبه معناها جمعوا في الفقرة بال بوشغي بوشغي بال بالجزار إي مامون شي لو دونتيست بابا هذا بزوف الزنزارة تبي مش لطفل بيكو مش يضاقو هكا avec mon petit frère راهو لا يا عبد الرحمن الطبيب هو يداوي ما يكونش هو الجزار والجزار زاد يغذي ما تفهموش بالمفهوم هذاك الخاطئ لكن الانسان يحتاط ماذا بيه باقى الوقايه خير من العلاج ماذا بيك معناها تحاول تقي نفسك من الامراض ما تاكلش الحلوى في الليل ما تخليش الاكل في اسنانك حتى معناها ما يضروش اسنانك ويسوسوا وهيك هكذا لا تضطر ان تذهب الى طبيب الاسنان او تتخيل الجزار مكان الطبيب هنا دون سا بوشري لا تخافي دون سا مسكين انا واحد يجي بالجزار والاخر يجي الاخر مشي بي elle avait proposé de m'emmener tu parles d'une distraction حبت تفرهدو 2 heures dans la salle d'attente d'un dentiste وقت اللي مشيت حطينا زاد على الدونتيست يقعد يستنى في السال داتونت تتخيل معناها يتمنى ياسر يستهزئ بطريقه كبيره ياسر تخيل الانسان يمشي الجزار معناها يشوفك الدم والذبيحه فهمتش والا يمشي الدونتيست وهو يقعد يرجله في سنيه معناها امر ويقعد يسمع فيه الاخر اي 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 فهمت كيفاش تخيل انت معناها ساعتين من عدم الاحساس بالراحه الحقيقه هيك عاش يحب يقول هو هنا برنار فريو بريسي بريسي مزروب مزروب ميلان بوش جونيور 2002 سي اميزون لكن كما قلت لك الوقايه خير من العلاج دائما الطبيب باهي في بعض الاحيان كيداوي ولكن احنا نحاولوا انه الانسان يقي نفسه قبل ما يضر ويتلز باش يمشي للطبيب اكزرسيس نيميرو 1 كي راكونت دونك لي ايفينمون
Voici les quatre réponses dans le désordre. وطبيب كيما قلنا والسلك هذاك راهو تسمى ملائكة الرحمة، معناها يلزم يرفقوا بالمريض وبك الإنسان هذاك ويداويوه معناها بضمير وما يحطوش اعتبار للنقود ويحاولوا كيفاش يعينوك الإنسان اللي جاهم لاجئ ومعناها في أوجاع كبيرة ويريحوه ويداويوه ويريحوه. معناها مش جزار، وحتى الجزار راهو مهنة معناها شريفة، لكن الإنسان ديما يبتعد على الدم والكل، لكن احنا نأكل اللحم معناها مغذي وهذا أمر طبيعي عادي جدا. أما هني الصيغة متاعه، أنا فسرت لك الصيغة ما وراء الكلمات، أنه يستهزأ معناها كأنه مش متعة أنه يمشي للأماكن هذيك، كانوا يربي في أمه ولا أبوه. أن أدولت racontant un souvenir d'enfance. هل هو أدولت معناها راشد، يتكلم في يحكي على طفولته، على إنسان راشد يحكي على طفولته بالغ معناها. Un loup, une fillette, un petit garçon. Répète dans chaque texte des détails qui justifient ta réponse. شوف التكست الحاجات اللي توري الإجابة نتاعك صحيحة، كيما قلت لك الميزو وقالات وكل الحكايات. Dans un texte narratif, في نص يروي, on raconte un événement isolé ou une série d'événements réels ou imaginaires formant une histoire. نحكيو على معناها أحداث تكون حقيقية من الواقع ولا تكون إيماجينير نتخيلوها وتكون هي ليستوار، تكون هي القصة. لو ناراتور بو إتر أن أنفون، ينجم يكون طفل اللي يسرد في القصة ولا الكاتب. أن أنيمال ولا حيوان. أن أدولت راكونتون دي سوفونير دونفونس ولا حتى جماد، راهو ساعات جماد يجيب لك الفاز يتكلم ينطق ولا اي حاجه معناها ينطق كيما لابيل لابيت كل فيلم هذاك جابوه معناها كيفاش، وفما المرايه اللي تنطق معناها ينطق كل شيء يتنجم في صيغه الكتابه الايماجينير معناها الخياليه تنجم تتخيل كل شيء ينطق. المهم العبره اللي تستخلصها من النص هذاك كون لوتور، وبعد المتعه والمتعه الفنيه. Quand l'auteur évoque sa propre vie, الكاتب هنا يحكي على حياته الخاصة وهو صغير. Parle de récits d'autobiographique. Autobiographie. L'autobiographique هنا récits d'autobiographique. معناها auto اللي هو ديما auto معناها على الإنسان. Graphique معناها على حياته كاملة. Autobiographie هي أنه تحكي على حياتك. مثلا كيفاش تربيت، انا روضه دخلت، انا مدرسه قريب، الاحداث اللي جرات لك المهمه، واذا كان زاد لازم باش تقول الغير مهمه تقول، اما ماذا بيك تبعد على حياتك ما تجبدش على حياتك الخاصه الا للضروره انك باش تكتب كتاب ولا باش تعطي معلومات معناها للعبد ثقه وقت تحكي تعطي حياتك معناها تعطي الاوتوبيوغرافي نتاعك. Le cadre peut être proche de la réalité. Le pour donner un récit plus de vérité. بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة للحيوان ينجم يكون زادة بالنسبة لي معناها هنا بالنسبة للإنسان كما قلت يحترم أوقات البيئة وتكاثر الحيوانات ومعناها السيزون الشهرين ولا ثلاثة هذيك اللي يمنع فيها الصيد، هيك عادي الشاسور النورمال، لكن الشاسور المتهور اللي يقتل بدون رحمة هيك راهو معناها كيما قلنا هنا ربي يهدي.
Le cadre peut être proche de la réalité pour donner un récit plus de vérité. Même si ce qui est raconté est imaginaire. رغم اللي تقال هو انه خيالي لكن خيالي وفي سيرته وفي سيرة العبرة نجم تلقاها في الواقع في اي واقع معناها répète dans chaque texte le détail qui justifie ta réponse quelle conclusion en tires-tu شنو هي معناها الاستخلاصات اللي طلعها من هذا النص et ce que اللي قلتها لك le je que tu rencontres dans les extraits en question désigne l'auteur. تنجم تقول l'auteur شكون الكاتب شكون والناراتور السارد للقصة شكون فهمتش فما زوز به exercice numéro 2 relève les mots qui désignent dans le texte de Valet chacun des trois personnages. Valet, on est là. Quel te plaît accent, خاطر غادي مكتوبه majuscule وهنا توا minuscule عملها بالاكسون. Mais là ولات Valet de le texte de Valet. Chacun des trois personnes واحد من الثلاثه personnage, certains de ces mots désignent deux personnages différents. Donne un exemple qui le montre. Dans le même texte de Valet, qui est désigné par la première personne, je. Exercice numéro 3. Les faits racontés dans les textes 1 et 2 sont-ils réels ou imaginaires? L'ahdith al-jirat fait texte hedam réel, haqiqiyin ou la khayaliyin. Dans le texte 1, le cadre te semble-t-il réel ou imaginaire? Hatta fait texte 1, chouf. Exercice numéro 4, voici des sujets liés aux quatre textes déjà vus. Complète-les chaque fois par une consigne adaptée. Pour cela, pose-toi les questions suivantes. Qui va raconter l'histoire? À qui? Ce sera un récit. À quelle personne? هني يحكيو في الحكاية لشكون هني فهمت كيما قلت لك معناها ظهر يربيو في أجيال on frappe à la porte خاطر الخلاصة في العبرة la fillette va ouvrir c'est l'une de ses cousines ضربوا على الباب مشات تحل في البيت طلعت بنت عمها ولا بنت خالتها son grand-père ou sa mémé جدها وإلا جدتها les loups fuient mais ils sont attrapés par les chasseurs الذئب يهرب لكن الصياد يشدهم Gala et son compagnon décident de risquer leur vie pour sauver la horde. هني لولو هني يصطادوهم معناها في بعض الأحيان تقول لك الرية خطر على الإنسان وياكل الدجاج معناها ياكل لهم المزارع المداجن نتاعهم. عاد اش يعملوا هما هنا يصطادوه لكن في بعض الاحيان يكون الصيد مفرط ومتنكل بك الحيوان هذاك ينحيوا له الجلد نتاعو والفرور ويستعملوه ويلبسوه معناها وهذا غير مشجع على ذلك معناها لحمايه الحيوان به لا فامي دو نيكولا اريف لا فامي نتاع نيكولا جيت s'installe sur la plage, mais un orage éclate. Comme l'orage, la tente est sur le point d'être emportée par le vent. La tente, la mère de Jacques raconte toute fière. La rencontre avec le cavalier à une voisine.
la rencontre avec le Ferris à une ma j'arrête pas parquet. Choisis une situation de l'exercice numéro 4 et rédige un court récit sujet. À la fin du petit déjeuner, papa vient vous dire à ta sœur et toi, chut, aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. On va lui faire une belle surprise. Rédige un texte dans lequel tu racontes ce que vous faites. Démarches à suivre. Je comprends la situation. Qui va raconter les événements? Je comprends Cherkina Lahdet. De quoi va-t-il parler? Ce sera un récit à quelle personne? Je recherche des idées. نفكر في معناها افكار جديده للقصه. مامون ني او كورون دو ريان، ما في بالها بشيء. الا بوتيتر ميم اوبليي سا فيت، نسيت عيد ميلادها الحفل نتاعها. سو سورا دونك اون فري سوربريز، تجيها مفاجاه جيده جدا. جو دوا فير ان شوا، نعمل شوا هنا، نعمل اختياري. بابا بارتيسيبراتيل او نو و préparative. أبي يشترك معنا في التحضيرات أم لا؟ continue la recherche des idées. استنبط معناها واصل في استنباط الأفكار. Je planifie, نظم نعمل بلان. Je mets les idées مخطط les idées trouvées dans l'ordre. نحط الأفكار في نظام. Je rédige, نبدأ ندون معناها ونحرر. Je relis, نجمع ما بين الجمل. Je corrige, نصلح. Je réécris, ونعاود نكتب من البريون من الوسخ بعد النص نتاعي. هنا شفت النص هنا راهو هنا المعنى قال لك جول فال فالي هنا لا فالي عرفتها فما لا مونتاني ولا فالي معناها كيما السهل والساحة هذيك اللي هي يتزرع فيها الحاجات الجميلة وال معناها اللي ناكلوها احنا الكل واللي هي غذاء للإنسان وغير مضرة للإنسان. معناها حتى اسم الكاتب جميل جدا، كله منفعة للإنسان. موديول دابرونتيساج نيميرو 1 أورال. Écoutez une chanson. J'apprends à écouter et à apprendre une chanson. Participer à une discussion. Prendre un enfant. Prendre un enfant par la main. Pour l'emmener vers demain. لي تذهب الى للغد. هنا في صيغه انك تطور الطفل نتاعك من حسن لاحسن، الى الغد، الى الامل، الى الاحسن. هانو pour lui donner la confiance en son pas. حتى معناها تعطيه الثقه في الخطوه نتاعو. prendre un enfant pour un roi. تاخذ الطفل نتاعك معناها تحسه اللي هو ملك، انه يعتمد على نفسه، ملك نفسه، انه يعتمد على نفسه. بروندغ ان انفون دون سي برا، تهزه في 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 يدك، معناها تغمره بالعاطف. اي بور لا بروميير فوا، لاول مره، سيشي سي لارم ان اتوفون دو جوا، وتمسح له الدموع نتاعو وتفرحه. اتوفون راهو هي معنى الاختناق، لكن هنا انت بمعنى انه تخليه يضحك الى لا درجه الفرحه. بروندر ان انفون دون سي برا، تاخذه في يدك. بروندر ان انفون بار لو كور، تاخذك الطفل هذاك من القلب نتاعو، معناه من الاحاسيس نتاعو، تعطيه الحاجه الباهيه والحنيه. بور سولاجي سي مالور، حتى تحن عليه وتنحي له المآسي نتاعو. تو دوسمون سون بارلي sans pudeur. مغير ما تحشم البودور و سون بارلي، مغير ما تتكلم بشويه بشويه تحسوا اللي انت قريب منه. بروندر ان انفون سور سون كور، سور سون كور، تهز الطفل على قلبك معناها.
بكل حنيه بروندر ان انفون دون سي برا في يدك فيرسي دي لارم اون ايتوفون اون ايتوفون سا جوا فيرسي دي لارم معناها تقعد تبكي معناها حتى يجيك تحن عليه حتى تسخف عليه ويجيك الدموع اون ايتوفون سا جوا حتى هو مسكين يولي يحزن عليك ما عادش يفرح لا جوا هي بروندر ان انفون كونتر سوا تاخذ طفل هيك في حملتك معناها prendre un enfant par la main بيدك et lui chanter des refrains autre ami لو des معناها des refrains من مقاطع من الاغاني ولا من الشعر pour qu'il s'endorme et la tombée du jour à la tombée du jour باش يرقد في اخر النهار prendre un enfant par l'amour تاخذ الطفل بالحب prendre un enfant comme il vient تاخذك الطفل هذاك وهو كي يجيك عن تلقاء نفسه اي كونسولي سي شاغران وتنحي له معناها الاحزان نتاعو بروندر ان انفون بار لا مان تاخذ الطفل من يده اي اون ريغاردون توت او بو دو شومان وتخزر الى الامل الى الطريق الى الامام الشومان بي بروندر ان انفون بور لو سان تاخذ الطفل لانه يكون معناها تربيه على انه يكون سان اونيت معناها يكون ثقه ويكون طايع ربي الاله ويكون يحترم القوانين الانسانيه هيك كيفاش يكون انسان توم معناها انسان طيب ومعناها يعرف ربي ويعرف قوانين الله وما يفعلش الشر وما يسرقش وما يخطفش وما يذيش الطفل وما يقتلش هذا هو القندر انت لازمك تربي الانسان هذاك على الاخلاق الفاضله هذيك من اللي هو طفل سواء في المدرسه وهي معناها الام الثانيه للطفل ولا العائله il apprend à marcher sans pouvoir retenir sa joie honte gêne vers l'avenir للمستقبل honte gêne يحشم هكا جيني تقلق sans pouvoir retenir sa joie mais ne jamais يملك معناها الفرحة نتاعو il apprend à marcher يحاول يتعلم يمشي Yves Duteuil اه غنية هذه غنية انا نكتب لك الشعر نتاع غنية شفتوا المغني ما احلاها نسيت الغنية هذه توا باش نمشي توا نجبدها لك من الانترنت ونصبها لك توا نحلو حلو الانترنت ونصبها لك نكملوا نقراوها ونعملوا هالحكايه هذه هكا ولا يا عبد الرحمن لازمنا نربحوا الوقت نربحوا الوقت باش نلقاوهاش على الانترنت نحلها لك غنيه هكاك تحفظها بالباهي كما كنا احنا صغار في المدرسه اللي احنا صغار وقتها قراتنا مدام نجار معناها بالفرنسي ومدام صبيحة نتذكر محليهم كانوا أنيساتي نحبهم ياسر وحتى لدرجة أني نتذكرها قراتني سيغ لو شومان دو ليكول الغنية هذيك سيغ لو شومان دو ليكول اون ايتي اتو نزيد نسيتها هيك انا كنا نكتبوها الغنية ومعناها نسمعوها على ديسك وقتها كان ديسك مش سي دي ديسك صغير وكتورنو ديسك ونحكي لك على حاجات راهو معناها ما نستعاروش منهم هيك اللي تربينا عليهم واني فيغ دو نو معناها في اخرهم اوكي في اخرهم خاطر بعد طلع السي دي اما لكن ديما معناها تقعد كي تحفه معناها حاجات نتاع الوالد ولا نتاع جدك ولا حاجه تقعد ديما تفتخر بها ان شاء الله يتحل الانترنت هنا شفت كيفاش يا عبد الرحمن بسهولة تنجم تستمع ان شاء الله نلقاها على الانترنت كما قلت الغنية هذه يا ربي احنا نبداو نحاول كيفاش نبداو نكملو نقرا بون ايوا توا باش فوالا نحط نستنى شويه به
je découvre la chanson. Première écoute, livre fermé. Vérification. Quels mots, quelle expression retiennent ton attention? Qu'est-ce que cette chanson évoque pour toi? Quel instrument de musique reconnais-tu? شنو اللي يستعملوا الانسترومون دو ميوزيك اللي يستعملها في هالغنية؟ شنو قال اخر كلمه كل اكسبريسيون ريتين تون تون اتونسيون؟ شنو الكلمات اللي معناها استعملها في الشعر هذا في الاغنيه هذه وجلبوا انتباهك؟ كيسكو سيت شانسون ايفوك بور توا؟ شنو احساسك في هالشانسون؟ كان انسترومون دو ميوزيك شنو استعمل في هكا يسمك تسمعها هنا؟ كوني تو لو شانتور؟ هل تعرف المغني هذا؟ سي وي كو سي تو سور لوي؟ اذا كنت تعرف فعلا قلنا شنو تعرف عليه. هنا نحلو اليوتيوب نحطو نشوف البيوغرافي نتاع المغني، اما نحطو اسمه وبعد نشوفو البيوغرافي. Yves Dutel. Est-ce la chanson dit trop tard? Prendre un enfant. Prendre un enfant par la main. عبد الرحمن الو ماما وعليه المغني ويشبه لنا شويه مع عيني اخضر، لكن اخضر يظهر لي كبر شويه، معناها هذا مغني معناها عريق، وديما نفتخروا معناها بالفنانين الكبار هذو. نهوا يبدي بروندغ ان انفون باغ لا ما، باهي نحلها لك عبد الرحمن، ها نوريها لك. اوكي او باش نحلوها على عبد الرحمن سلامي. فوالا عبد الرحمن انوا ذكرتها تو باش نتذكرها الغنية اذا اللي نعرفها. سي تري بو. Prendre un enfant par la main. D'accord, Tatawa. Si, Tarvan. C'est très beau. Un bisou, ma léum, yarhoum. Elle fout de sa mienne ou sa baou sa bain. Abdelrahmane, qu'elle ne sera hier avec. Par la main. La chanson de Yves Duteuil de 1977, Prendre un enfant, a été élue meilleure chanson française du XXe siècle selon le mensuel Notre Temps nécessaire en 1987 et arrivée en 1988 en tête d'un sondage organisé par le SACEM. RTL et Canal Plus, et dans les chaînes Akbar Qanawit Talfazia, visant à déterminer les hit parades des plus belles. هني معناها les hit parades هني كل concours كل مسابقة المسابقة معناها هذه المسابقة تكون بين المغنين والفنانين تشجيعا للفن ويعطيوها معناها ينجحوا معناها يعطيهم الجائزة ميور شانسون فرونسيز دو 20 سيكل. سي تري بو في ليت باراد اللي هي كيما قلت لك المسابقة نتاع الأغاني. هنا ماذا بيا أنا نجبد أنا مكتوبة سي مالور
يا مهني يا عبد الرحمن، انا باش نولي نبكي. معناها كيفاش يوصل الانسان، كيفاش يوصل الانسان معناها يبي طفل بريء. معناها كيفاش الانسان يقدر يخلي طفل جيعان، كيفاش يقدر يخلي طفل معناها من دون لباس، وخليها جيعان وخليه من يتيم. انت وليت نبكي في الاخر، ما نحبش نسمع حاجات كيف هكاك. احاول ان ابتعد، اريد ان اضحك. اضحك مع الدموع. منذ الطفولة هذه دائما في أول الأمر أبكي، ثم أفضل أن أبتسم. معناه كيف الإنسان للإنسان أن يخطف أو يقتل أو يضر طفل. احنا نسميهم ملايكة، هيك من خلق الإسلام أنك تحمي الطفولة وتربيها أحسن تربية وتعطيه العلوم والاحترام الغير. هذا بيه Et soudain, prendre un enfant par la main, regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. هنا تحاول كيفاش معناها تحب الطفولة الكل وما تكرهش العباد وتحترمهم والناس الكل معناها سواسية. دي هي عبد الرحمن، عجبتك؟ كملناها؟ اوكي، اي تو كملوا، ما نساليش تو شيحوا دموع شوية، وين هذا سقوني للأطفال. اي فماش انسان يشوف طفل معذب وما ي... ما ي... ما يعطفش عليه. اي هنا فين وصلنا؟ avec ton camarade tu fais un exercice à tous ensemble, vous rétablissez les mots qui manquent à une strophe avec le jumla hadi kan ta chaar wala nta al ghunniya. Vous relisez le texte de la chanson pour vérifier si vous avez bien répondu. Je participe à une discussion pour la chanson que nous demande Yves Dutheil dans cette chanson. Quelle relation avec l'enfant, l'adulte doit-il avoir? Et كيفاش l'adulte يتعامل مع الطفل هذاك، بقسوة ولا بحنية، ويجهله يكون جاهل ولا يعلمه ويقريه ويحميه، معناها خاطر العلام والتربية والأخلاق هيك تحميه مستقبلا، معناها أن يكون مواطن صالح مساهم في المجتمع في التطور ليفولوسيون تاع لا سوسيتي المجتمع هيك. D'après toi, à quoi servent les répétitions de certaines expressions? Hasbrek, le wesh يعاود فما prendre un enfant à la main, الجمله هذيك يعاودها الكثير من المرات. Hasbrek, le wesh حتى يفهم الانسان قيمه الجست هذاك. لكن انت في هذا الوضع اذا كان سي معناها تعرفك الانسان هذاك ثقه تمد له يدك، اذا كان تعرفه للخطف او للسرقه او لاي شيء خطر لا تمد يدك الا للسلام، اما للحروب والمضره لا تمد يدك، بالعكس تذهب الى السلطه المعنيه وتخبر عليه الشرطه. ريبروندر ولا السلطه المعنيه، حمايه الطفل، لجنه حمايه الطفل ولا حمايه الانسانيه عموما. به ريبروند les infinitifs de la chanson, rappelle leurs valeurs et remplace certains d'entre eux par des verbes à l'impératif. J'écoute encore une fois la chanson pour mieux m'en imprégner. Nous baissons le volume
et nous chantonnons avec Yves Dutheil. Je m'évalue. J'écoute ce que disent les autres. Souvent, quelquefois, je demande la parole avant d'intervenir. Je demande des explications quand je ne comprends pas. Lecture, mais dès lecture, il y a une demande d'adoption. J'apprends à lire une bande dessinée. هنا يمشي باش ياخذوا معناه يتبنيو طفل كي يبداو ما يجيبوش لا ينجبوا اطفال يمشيو تكون عائله محترمه ومعناها وامنه يمشيو يتبنيو طفل ليغال بالقوانين نتاعو ويسميوه معناها بالقوانين ما يخطفوش يمشيو للسلطة المعنيه دار الايتام يتبنيو طفل ويربيوه ويقريوه على اساس انه ابنهم. أمانة نفضل أنه يكون الطفل ديما في والديه وبعد علينا البلاي إن شاء الله ديما حيين ونربيو صغارنا وبعد معناها كل نفضل أنه يكون الطفل بين والديه وربي مع الكل. ها هنا باج 56 نكملوها زعما نكملوها مازال عندي ياسر نو نو باش نخليها نخليها بعد اوكي نزيد نعاود نسمعك الغنيه حتى نوفيوها على نغمات الغنيه هيك بدلك على شنو يعزف على شنو يعزف لا جيتار عرفت الجيتار نتاع شكون يا عبد الرحمن كل شريتها لك وانا شريت لك جيتار وشريت لك عود وشريت لك اكل لارج الصغير انت تعرف شويه على الـ على الـ البيانو العود كبير عليك غير كبير عليك لا جيتار مزلت عند امين خوك امين يعرف يعزف على الجيتار علمته شويه هذه الصورة راهي من عام 77 شفت ايف دي توي بتيت في وعنده زاد غنية أخرى شفت يريهو ماما عليهم Dans ma maison, tes yeux sont des soleils, ton cœur un horizon, tes cheveux le ruisseau, blanc sous tes égaux. Ma عليهم, ma عليهم. شوف محليه اغانيها سي تري بو فما ياسر اغاني باش نسمعك نوريك التصوير الصوره نتاعها كي صور صورة عبد الرحمن وماماته نعلم فيه في السباحة هو صغير انت وكبرت ربي نشحك ديما سي تري بو ها هكا هاو بعد اسمعها وحدك وين خليها لك تفرهد بها خليها لك تفرهد بها لي في هنا لي في شفت عنده ياسر اغاني نسمعك شويه منهم وانت بعد تنجم تكتبهم يا عبد الرحمن تكتبهم تكتبهم وتحفظهم هكاك تتقدم في اللغه الفرنسيه Et les faits n'en ont plus fini. Et les faits n'en ont plus fini. Il y avait la fée aux yeux mauves que l'on regarde et qui se sauve. Et la fée dans la nuit. Et les gens de désaffaire. Et la fée dans la lagune qui s'amuse. Oui, des œufs qui me ressemblent à eux. اه فريمون سي بيزار كنت يتعجبوني ياسر رسمات الاشجار هذوكم
حاجه اللي نحترم الغابه والمقدسات، معناها انك تخلي الغابه خضراء خاطر هي اللي تمدنا بالاكسجين بالهواء وتحمينا، معناها تمتص الغازات السامه وتعطينا الاكسجين، معناها اللي يخلينا يعطينا التنفس ما يخنقناش، يتوفي يخنق، ولو معناها هيك كي تتنفس بال لابي للسلام. السفرجل هذا سفرجل اوه تفي. شفت هنا المحافظة كيما قلت لك على الحيوانات هذيك حتى للتلقيح وللغلة. C'est très beau. انا سمعتك من شويه من الاغاني نتاع ايفا ديتور و هو هانو يضرب على الكتار. شفت هاي ربي مع الكل وربي ينجح الكل وربي يوفق الكل. سي تري بو. اسمع انت، حاول باش تسمع الأغاني الكل هكا تولي عندك معرفة بالفن. ربي مع الكل.